السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ انا مس اسراء، للناس اللي اول مرة تتابع. طيب احنا اتكلمنا في البارت الاول من الدرس عن الماكتشر، احنا بقى في الجزء ده هنعرف مع بعض ازاي بنكون الماكتشر. لو انا عندي حاجات عايزة احطها مع بعض ازاي اكونها؟ اول حاجة قال لي انا عندي 3 طرق، 3 methods، 3 طرق عشان اكون بيهم الماكتشر. اول حاجة شيكينج، شيكينج يعني الروك، ستيرنج يعني التقليب، جرايندنج يعني الطحن، ان انا اطحطحن الحاجه او ادقها. يبقى تاني شيكينج ستيرنج وجرايندنج. يعني ايه شيكينج؟ ارجهم، ستيرنج اقلبهم، جرايندنج يعني اطحنهم او ادقهم مع بعض. طب امتى اعمل شيكينج؟ قال لي شيكينج ده لما يكون عندي سوليد ليكويد ميكتشر. تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه سوليد ليكويد ميكتشر، يعني حاجه سوليد مع حاجه ليكويد. ازاي هخلطهم مع بعض؟ قال لي يا اما بالشيكينج يا اما بالسيرنج، يا اما هقلبهم يا اما هرجهم. طب لو ليكويد ليكويد، حاجتين ليكويد مع بعض، برضو نفس الكلام، يا اقلبهم مع بعض او ارجهم، يبقى شيكينج اور ستيرنج. زي بيقول لي الاستروبري جوس والبانانا جوس، لو حطيت عصير فراوله على عصير موز، يا هقلبهم يا هرجهم مع بعض. طب سوليد سوليد ميكتشر، لو الاثنين سوليد بقى، قال لي حاجه من اثنين، يا شيكينج يا ارجهم، او جريندنج اعمل لهم طحن مع بعض. طب زي مين؟ قال لي زي السولت، زي الملح والبيبر، والبيبر اللي هو الفلفل. يبقى انا كده شيكينج يعني تقليب، اسمه ايه، رج، ستيرنج يعني تقليب، جريندنج يعني طحن. اخر جزء في الدرس وبرضه سهل جدا، هو درس جميل قوي، separation of mixture، ازاي افصل الماكتشر عن بعضها. لو انا خلاص معايا خليط على بعضه وعايز افصله، عندي كام ماسد؟ عندي 4 طرق. اول طريقه وهي الماجنتيك اتراكشن. يعني ايه ماجنتيك اتراكشن؟ يعني بالمغناطيس. لو انا عندي خليط فيه ماده بتنفع تعمل اتراكت للماجنت، زي الساند والايرون فيلينج، التراب الرمل والفرافيت بتاعه الحديد، اقدر افصل الاثنين دول عن بعض ازاي؟ هل هقعد انقي فرفوته الحديد فرفوته فرفوته؟ لا، هجيب الماجنت واجي احطها في الرمل، هيبقى ساعتها قدرت اشيل كل الايرون فيلينج، وساعتها هقدر ان انا افصله بايه؟ بالماجنتيك اتراكشن. طب تاني حاجه، وانا عندي الفلتريشن بروسيس. يعني ايه فلتريشن بروسيس؟ يعني فلتره. بعمل ايه؟ شايفين كده، بجيب ورقه شبه اللي هو حاططها فوق، وابتدي ان انا احط فيها الميه اللي عليها الحاجه اللي عايز اصفيها. يعني لو معايا ميه واتر ومعايا ساند، سوري هنا في ساند وسالت، كلمه سالت دي غلط، هنا دي هتبقى واتر، ساند ووتر، معايا ميه وفيها رمل وعايزه اصفي الميه من الرمل ده، هعمل ايه؟ هجيب ورقه شبه الورقه اللي موجوده دي، اسمها فلتر بيبر، وهحط هصب جواها الميه بالرمل، هلاقي الميه نزلت تحت والرمل كله فضل فوق. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها فلتريشن. يبقى انا الفلتريشن لو معايا ماده ان سلابل ان ووتر، يعني ما بتدوبش في الميه، اول ما الاقي ماده ما بتدوبش في الميه، يبقى انا كده هستخدم على طول الفلتريشن بروسيس. الفلتريشن ايه؟ بروسيس. طب لو الماده ذابت، خلاص انا عندي شويه ملح رحت مدوباهم في الميه وعايزه ارجع الميه لوحدها، ينفع؟ ينفع. ازاي؟ قال لي بعمليه اسمها ايفابوريشن. ايفابوريشن يعني التبخير، اسيب الميه تغلي 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 على النار وتتبخر، اول ما الميه تتبخر هلاقي الملح فصل عندي وبقى موجود في الحله بتاعتي او في الاناء بتاعي من تحت، زي ما هو بيعمل هنا، انا هغلي الميه واخليها كلها تتبخر، الملح هيفضل موجود عندي. يبقى لو الماده دابت في الميه يبقى ايفابوريشن، ما دابتش يبقى فلتريشن، عشان دول بيحب قوي لخبطنا بيهم في الامتحان. اخر طريقه عندي وهي سيبريتنج فانل. سيبريتنج فانل هو قمع كده شبه ده بفصل بيه الاويل والووتر. يجي لي في الامتحان الشكل بتاع الجهاز ده ويقول لي مين ده، هقول له سيبريتنج فانل. طب السيبريتنج فانل ده بعمل بيه، قال لي بفصل منه ووتر اند اويل، لو معايا شويه ميه وزيت بفصلهم عن طريق مين؟ سيبريتنج فانل. وهو ده كان الجزء اللي باقي في الدرس، درس بسيط قوي.
لو في اي طبعا مشكلة تقدروا تسيبوها لي تحت الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامة.